ودابا غادي نبدا نقطع الشريطه كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ودابا غادي نوريكم طريقه ديال التشباك للمبتدئات. هاد الطريقه هذه سهله ومفهومه كما كتشوفوا معايا. كنتنيو العجينة على جوج الاصابع ديالنا وكنزيدو نلويوها على الصباع الثالث. اذا تبعتوا معايا هاد الطريقه غادي تجيكم شباكيه سهله. ودابا غادي نلويوها على الصباع الرابع وغادي نقرصوها من التحت كما كتشوفوا. ودابا غادي نحيدوها من الاصابع ديالنا غير بشويه وغادي نقرصوها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا وكنحصل على شباكيه. طريقه مبسطه. دابا غادي نزيد معكم مره ثانيه باش تفهموا مزيان. غادي نلويو العجينه على الاصابع ديالنا بجوج وغادي نزيدو على الصباع الثالث. هاد الطريقه سهله ومفهومه وكيجي الشكل ديالها راقي ومزيون. وغادي نزيدو على الصباع الرابع وغادي نقرصو شويه من التحت. دابا غادي نحيدوها من الاصابع كما كتشوفوا وغادي نقرصوها من الجوانب بهذا الشكل هذا. كيجي الشكل ديالها مزيون وراقي. غادي نزيد معكم مره ثالثه. غادي نلويوها على الاصابع بجوج ونزيدو الصباع الثالث وغادي نزيدو الصباع الرابع. ودابا غادي نقرصها من التحت وغادي نحيدها من الاصابع ديالي وغادي نقرصوها. وها نتوما عندكم تقول شي وحده ما كتعرفش تشبك الشباكيه وانا راه قلت لكم نتحداكم اذا ما صدقت لكم شي بهذه الطريقه. ودابا من بعد ما كملت التشباك ديال الشباكيه ديالي غادي نخليها ترتاح شويه وتنشف. وديك الساعه مباشره غادي ندوز نقليها. ومن غادي نقليها غادي نطفيها في العسل. والطريقه ديال القلي راها معروفه ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو. وبالنسبه للعسل راني حطيت لكم فيديو ديالو في اليوتيوب. الا بغيتوا الوصفه غادي نخلي لكم